استنادا للنظام الداخلي بالمادة 35 من النظام الداخلي أنه في حالة غياب أو خلو المنصب الرئيس لأي سبب كان يحل محله النائب الأول، وفي حال عدم وجود النائب الأول يحل محله النائب الثاني. فالمسألة تبقى إلى حين انتصاب رئيس جديد، لأنه الدستور هو أوجب أن يتم انتخاب الرئيس خلال يعني أكثر مدة أو مدة قصيرة من داخلي المنصب. لكن تعرفين هم استمروا في المسألة برغم قرار المحكمة الاتحادية اللي قالت يجب انتخاب الرئيس في مدة قصيرة، استمروا بذلك.